اهلا بكم مشاهدينا في عرض كراون باتل، هذه المرة على لقب قطر، لكن لن يتسنى لنا وقت لان الميجا ستار كلاسي علي يدخل الان الى الحلبة لنستمع لما يريد قوله. I am absolutely sick of social media influencers and their nonsense and them taking over. كلاسي علي. كلاسي علي يستهزئ الجميع. وها هو السايكو يدخل الآن. أتمنى أن يتسنى له لنا وقت، سنشرح سريعا ماذا ستتكون منه هذه المباريات أو هذه البطولة على حزام قطر. ستكون بطولة خاصة بنظام الرامبل ولكن بشكل جديد، حيث سنشاهد طريقة الإقصاء ستكون إما بالرمي من فوق الحبل الأعلى خارج الحلبة أو التثبيت أو الإخضاع، وبمشاركة جميع نجوم الأكاديمية سيكونون 10 نجوم. المواجهة سيدخل نجمين ثم يدخل تباعا كل دقيقتين نجم تالي، وفي النهاية من سيبقى صمد في النهاية؟ هو الفائز. سنستمع إلى سايكو الآن. In my second match, I faced the toughest and the hardest thing
in French pro wrestling in White Eagle, and I give him a run for his money. And then in my third match, I faced Shaheen. And I know you're very familiar with Shaheen. Who? Because Shaheen is everything that you wish you were. He's taking his country, he's putting it on his back, and he's doing everything he said he can. What are you doing, huh? Losing! You're low-blowing people and cheating your way to get through. That's not gonna get you anywhere. And wait. Sure, I just beat Chihad, but didn't you lose your match? Whoa, صحيح. في العرض الماضي. صحيح. ماني أدخل الآن. أوه! الشخص الذي حاز مع كلاسي عالي أنس ريكس. The Megastar يعاين لقب قطر ويبدو أن بداية المباراة ستكون بين أنس ريكس وسايكو. إذن بسم الله نبدأ. محمد القاسمي تعليقا وتحية بين النجمين. تذكير بقبل المباراة يمكنك الفوز بالتثبيت بالإخضاع أو بالرمي من فوق الحبل الأعلى فقط. وكل دقيقة سيدخل نجم اشتباك الآن من البداية يرفع سايكو أنس ريكس لكن يعود للإمساك برأس الأمامي منتصف الحلبة. يتبع أنس سايكو تبادل في القفزات ودروب كيك من سايكو. تشجيع الجماهير للنجمين. سايكو يضع أنس في موقف يذهب لرمي الآن في محاولة الإقصاء الأول في هذه المرة لكن أنس يا سلام يقلبها عليه. يا سلام يقلبها عليه ويتجنب الإقصاء من البداية. محاولة تثبيت يدخل الحكم الآن واحد اثنان لكن ينهض سايكو. كما ذكرنا هناك ثلاث طرق لإقصاء المنافس في هذه المباراة يتواجد بها كل نجوم أكاديمية كيو بي دبليو. يصعد إلى الزاوية أنس تفكير بطرق الإقصاء لكن يذهب سايكو الآن إلى الزاوية وفي محاولة حركة خطيرة. يا سلام يا سلام حركة قوية يدخل على الحكم تثبيت واحد اثنان لكن أنس ينجح في النهوض من التثبيت. العادة الثالثة القادم من النجم القادم لهذه المواجهة. ونديرن صاحب رقم ثلاثة يحاول ونديرن يصل يتعاون هيرو كارا على
سايكو يدخل الآن خان الذي لا يزال مصاب. ماذا يفعل ميجا ستار؟ يحاول إصابة خان وأقصى من البداية بعدم مشاركته في المباراة، والجمهور يستعجل تصرف كلاسي علي الذي بدوره ينتظر خارج الحلبة، ويبدو أن دوره وقت الحال. هل خان يستطيع المشاركة في المباراة أم لا؟ سايكو لازال ساقط، يعود على سريكس دي، الضغط على واندي، عدد من الضربات المتتالية، لكن يعود واندي، ضربات متبادلة بين النجمين، دفع الآن إلى الحبل، واي كيك. تثبيت لكن ينهض، تثبيت لكن ينهض، كل الحوار بين كلاسي وسايكو. أنس ليس الصامت. ودبل كيك. يبدو أن أنس أرهق. من النجم القادم؟ يبدو أن خان لا يستطيع الاستمرار. ولم يدخل إلى المواجهة. يدخل إلى المواجهة هنا أنس. يبغى يسقط أنس، يدخل إلى المواجهة إلى الكلاسي. هو صاحب الرقم 5 في هذه المواجهة. أنس لا زال في موقف خطير. The Mega Star يحاول على إخراج ودي. يحاول إخراج ودي. ودي لا زال يتمسك. لا يحاول. ودي يصد. يحاول إسقاط الآن. تجاوز الحبل. أي دفع إلى الخارج الآن يعتبر إقصاء على واندي. لازكن لا يزال متشبث بالحبال. يعود على سريك. يضغط على سايكو في الزاوية. واندي لا زال يضغط عليه بالوغيد كلاس علي. وعيني من أنس. واندي لا يزال صامت ومتمسك بالحبال. ويعود إلى كم. كلاس ستامب. ستامب من سايكو. فوضى في كل الحلبة، ضربات في كل الجهات، لا يزال هناك أي إقصاء إلا إن اعتبرنا خان. سبلاش من الزاوية من الآن واندي. إذا اعتبرنا هناك تثبيت الآن. واحد اثنين، لكن ميجا ستار لا يزال صامد. أو ميجا ستار في أول محاولة للتصدي، يعني للتصدي على عدم الإقصاء. أنس على الزاوية في موقف خطير جدا الآن. سايكو يضغط عليه. من هو صاحب الرقم 6 القادم لهذه المباراة؟ يخرج على سريكس. يخرج على سريكس. مباشرة يدخل تفيرا إلى هذه المواجهة ويتجه مباشرة إلى الساقط في أرضية الحلبة ويذهب ليضرب مباشرة. ضربة سريعة. يا يتجه مباشرة إلى واندي وإلى سايكو. التحاق مباشر مع النجمين. كيك. كيك قوي. هو الميجا ستار يعرض المواجهة تماما. إذا أول إقصاء شبه رسمي هو أنس. وكما قلت لكم يخرج واندي الآن من فوق الحبال، يضغط عليه. ذا فينل وميجا ستار. لكن هاي سايكو ركلات سريعة، لكن لو بلو على سايكو. وذا فينل يرمي سايكو الآن فوق الحبل، لكن لازال مستمر على الحافة ويضغط عليه. وهل يسقط سايكو؟ لكن لازال متمسك بالحبال. مواجهة بجهة أخرى بين واندي وكلاسي علي. دي دي تي محاولة تثبيت الآن. يدخل حكم واحد اثنين، لكن ينهض واندي. سايكو لا يزال لم يخرج، يعود إلى داخل الحارة الآن. دبلن يذهب للتعاون مع الميجا ستار ويطلب منه أن يرفع واندي. تعاوض الآن بين دبلن شوب. من
الثاني والشخص القادم مصعب الرقم 7. تيتو حاتم الان يذهب مباشرة الى الفلان الدفع الان وتيتو يدفع الان شيء كبير تيتو يقصي الفلان مارتي انوبس يقصي مارتي ويخرج من المواجهين مباشرة تيتو الى سايكو لكن يتصدى له الاولاندي لكن متبنى بالنجمين وقاذف قاذف الفيلر بسبب هذا الاقصاء ويريد التدخل لميجا ستار يستريح على طرف وياخذ المشهور الان من مستر باركر واركيو لا يزال التعاون بين النجمين واندي وسايكو مستمر منذ بداية المواجهة لكن الخيانة ويسقط واندي سايكو يخون واندي ويسقطه خارج الحلبة والإقبال واندي واندي غالب مما حصل والسايكو يذهب إلى الميجا ستار يبدو أنها فرصة لي لكن هو ضرب على العين ماذا سيفعل الميجا ستار عن ديليتي وليك دروب قوية يا سلام يبدو أن فترة الراحة تؤدي ثمارها الآن بالسيطرة خالصة لي الميجا ستار كلاسي عالي ويرمي سايكو خارجا لكن لا يخرج منه لا يخرج يعود الشخص القادم صاحب الرقم 8 دافي دران لكن يلعب ميجا ستار وحنخضع من يدخل الان صاحب الرقم 8 او 9 يا العودة كلاون كلاون يدخل الى المواجهة والسايكو ظلتم وجه سايكو لما سمع الموسيقى عاد المهرج لم يكن متبع تيتو ياتي بسايكو بركبة على وجهه التعامل المنتظم الان بين سايكو والكلاون ذميكا ستار يعود للدخول ويترفع فوق الزاوية وكأنه في وكأنه يشاهد العرض وليس مشارك بهذا العرض بهذه المواجهة سايكو تشوب على الصدر محاولة تشوب لكن مكلاون يعود ويهاجم سايكو في الزاوية ويعطي تشوك من جانبه ويرمي خارجا لكن لا يزال سايكو يطلع ولم يسقط لم يخرج ولم يخسر من المواجهه يلعب ميجا ستار تكرار تيتو ويتعاون مع ميجا ستار سوبلكس يلعب في الزاوية سايكو في وضعين انظر الى تيتو يخرج لميجا ستار للعشاق تثبيت الان واحد اثنين ثلاثة يسقط ذا كلاون ايضا من سيدخل الان شريحات يدخل المواجهة الان رفع مباشرة إلى كلاسي علي سايكو لازال موجود من البداية
ومستمر في المواجهة. ضغط من شهاب الآن محاولة تثبيت واحد اثنين لكن ينهض كاس علي. خرج تيتو، خرج خان، خرج دوفيلن، خرج أنس ريكس، خرج ذا كلاون واندي، وبقي هؤلاء الشباب. بولي سلام سايكو سبير كان يتركب قفلة من ذا ميجا ستار. هو سبير محاولة تثبيت لانه يوعي بسرعة، يبدو انها مصور اخرى هذه المرة، لكن ذا ميجا ستار لو بلو ويرمي في المنتصف والتثبيت الان واحد اثنين لكن ينهض سايكو. لم تكن بالقوية هذه المرة ولازال مستمر سايكو. محاولة الإخضاع الآن على طريق كلاسي على شهاب الذي يحاول أن يهرب من هذا الإخضاع. تذكير أن بهذه القوانين التثبيت أو الإخضاع أو الرمي من فوق حمية شوفو قوية مؤلمة لي ذا ميجا ستار، إذ لا يوجد أي عد خارجي إذا كنت خرج من الحبل الأوسط أو الحبل الأسفل. وهذا يضرب الآن شاب يحاول أن يقصى كلاسي علي، من سيدخل الآن لهذه المواجهة؟ واو ريج يأتي، ريج يأتي وهو قارن جدا على الرغم من انتصاره في العرض الماضي. يطلب شابن يضرب لكن يرد له الصاصة علي والسوبلكس في المنتصف واخذ سريع قبل كلاتش كامل كلاتش. يستسلم شهاب اذا لكمات متبادله بين سايكو وريد بعد اتصال شهاب يرفع الى الزاويه. بول سبلاش بيج سبلاش بالزاويه يسقط هذا كارن بول. كارن بول في الزاوية مرة أخرى، الجمهور يشجع يقول لكن كارن بول مرة ثانية. كلاسي غير متابع كارن بول على كلاسي، من يضحك اخيرا يا كلاسي، من يضحك اخيرا. كارن بول غارية لكن بالخطأ يعرف منها كلاسي هذه المرة. سايكو مرهق كان بعد في المباراة تثبيت الهدف واحد اثنين يستغل الحبال. تذكر بهذه القوانين لا يوجد اي ديسكواليفيكيشن او عد خارجي، انما الاخضاع تثبيت من سيدخل هذه المرة. لحظة يا جماعة، ريتش يعرف هذه الموسيقى. بيجمان يا جماعة، بيجمان يأتي للمواجهة وهناك تاريخ وعداد كبير بين ريتش وبيجمان. وذا ميجا ستار حصل أخيرا على مساند نتمر، التعاون أيضا بين النجمين. يابو على ريتش، يحتفل كلاسي لوجود بيك ماد الآن في الحلبة معه، فرصة لكسب الوقت والراحة. يرفع ريج سبيرينج
بانينج سايد اور دروب 1 2 3 بمثل هذه البساطة باللو بلو. قلنا لكم لا يوجد ديسكواليفيكيشن، لا يوجد اخصاء لأن الاخطاء بيج مان غير معتم بكلاس عالي. بهذه البساطة يخرج ريتش من المواجهة. بيج ماد وكلاسي، بيج ماد ينظر إلى سايكو، ماذا يفعل؟ يمسك به، يمسك به بكل هذه البساطة ويتهجم. انظر 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 ماذا يفعل بيج ماد. لا تنزل يا بيج ماد، لا تنزل يا بيج ماد. بيج ماد يخرج نفسه ليخرج مستر بارك من تهجم ريج عليه. اعتقد يعتبر هذا اقصاء على بيج ماد، اقصى نفسه. ويبدو ان النزاع بين النجمين لا يزال مستمر ولن ينتهي، لن ينتهي. يا إلهي على هذه المواجهة. ذا ميجا ستار، اتبع وراك ميجا ستار. سايكو يتربص بك. إذا المواجهة بين النجمين هم الأخيرين في الحرب. لكبات متبادلة الآن. أوه صفعة قوية. أوه ضربة على العين. ماك بريكر أنسي يحاول تثبيت لا يستعرض نفسه. إلبو 1 2 نعم سايكو، يا نعم سايكو. كلاسي غاضب. يمسك عليه ويصبع. وكلاسي يغلب على دي دي دي. لكنه لم ينتهي. لكن ما في المنتصف. على السايكو المنهك. منذ بداية الموجة وهو يلعب. يا سلام يشير الجمهور سيذهب إلى الزاوية. وكلاسي ساقط في وسط الحرفة والمصوت المعتادة. يا سلام يا سلام يا سايكو. تثبيت الآن 1 2 3. يا نهار يا نهار كلاسي. والسايكو لا يصدق، سايكو لا يصدق ما يحصل. يطلب التحفيز من الجمهور. مرة أخرى سيعيد موسوط. لكن يا لها من كلاسي. احمل يا سايكو. يسقط على وسط الحرب او الزاوية، يسقط في وسط الزاوية ويضع في موقف. محاولة، محاولة ارضالا. يا سلام يلعب بطريقة باور باب بين الزاوية، يحاول الاخراجه. لكن ميجا ستار، ميجا ستار الرجل الصامت في النهاية. ذا ميجا ستار كلاسي علي رسميا هو البطل الأول لأول نسخة من بطولة قطر في عرض باتل كراون باتل. ومستر بيرك يدخل للاحتفال مع كلاسي علي. بطلكم إذن، بطل الأكاديمية، بطل العم كلاسي علي ذا ميجا ستار.
is your Qatar champion. شكرا لحسن متابعتكم لنا، استمتعنا معكم، إلى عرض آخر، إلى اللقاء.